السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السادة الهواة المحترمين، كل سنة وانتم طيبين. تاني فيديو جديد معانا النهاردة، وفتح وتركيب ويف ميكر من أهم المعدات الموجودة، موديل جديد اسمه SCB90 من إنتاج شركة جيبو، مناسب للأحواض اللي هي 90 سنتي فيما أقل. إن كنت متعود على شكل التكنولوجيا القديمة، فتعالى بقى ندردش كده سريعا كده في دقيقة، إيه الفرق ما بين النوزل ويف ميكر او الويف ميكر الوش الفوهة اللي انت متعود عليه اللي هو القديم، والكروس فلو ويف ميكر او اللي هو صانع الامواج بتاع النهاردة، ايه الفرق ما بين ده وده. طبعا اول حاجة شكل التيار زي ما انت شايف، التاني بيخرج على شكل فوهة من قطر صغير لقطر كبير، ده بالنسبة للي هو النوزل ويف ميكر او اللي هو ويف ميكر الفوهة او وش الفوهة. زي ما انت شايف كده، طبعا التيار بيخرج منه على هيئة دايرة صغيرة ويبدأ يتوزع على مساحة الحوض بتاعك. في الاول بيبقى قطر صغير بتاع خروج المية، يبدأ يكبر 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 على ما يتوزع في ابعد نقطة خالص في الحوض. طبعا لما تيجي للنوع التاني اللي هو بتاع النهاردة اللي اسمه كروس فلو ويف ميكر، وده الاحسن منه 100 مرة، طبعا توزيع للتيار من اول نقطة زي اخر نقطة اللي بينتشر على مساحة اكبر، والتيارات اللي خارجة منه بيسموها اللي هي عاملة زي تيارات الشيتس او الصفايح، دي بتبقى احسن 100 مرة واقرب للطبيعة من اللي هو اللي اسمه النوزل ويف ميكر او اللي هو الويف ميكر القديم. ده اول اختلاف، شكل التيار اللي خارج منه. طبعا تاني اختلاف معانا بقى الحجم. طبعا عايز اقولك ان الويف ميكر اللي هو الكروس فلو هيبقى يدوب 5 أو 6 سنتي مساحته من الإزاز، إنما الويف ميكر النوزل بيطلع لحد 12 و13 سنتي على فكرة طول. فده تاني اختلاف، فرق الحجم، كان هو أغلى من الويف ميكر الثانية، بس ده بسبب إن التكنولوجيا طبعا أحدث بكتير، والويف ميكر يعتبر كأنك بتشتري اتنين مش واحد، لأن كل جنب في الويف ميكر اللي هو الكروس فلو تقدر تلفه باتجاه مختلف عن التاني. وبالعكس ده في منه موديلات كمان كان فيها خاصية ان التيار بيشتغل بشكل منعكس عن الجنب التاني او الورا والقدام وكده. فده الاختلاف التالت. الاختلاف الرابع بتاعنا طبعا الكنترول بتاعه، هتلاقي فيه موديلات من اول السي بي 55، الكنترول بتاعه ما كانش فيه حاجات كتير قوي غير اربع مود او اربع شكل التيار اللي بيخرج منه، والسرعات بتاعته ومجرد زرار بيوقفه لك اللي هو ساعة لما انت تكون بتأكل السمك بيوقف لك الويف ميكر عن العمل لمدة 10 دقايق. طبعا لما جينا للموديل بتاع النهاردة كان هو الاحدث منه شوية حبتين، وكان اللي هو اسمه SCB90. طبعا اتضاف للكنترول او وحدة التحكم بتاعته حاجة اسمها لايت سنسور او اللي هو حساس اضاءة، واتضاف له خاصية اسمها ماستر وسليف بتربطه ببقية الويف ميكر اللي عندك. طبعا دي هنتكلم عنها في الفيديو، فتابع لحد الاخر لان دي حاجة هتعجبك قوي يعني. طبعا بعد كده جيبوا اخترعت لنا 2 كنترول بالواي فاي، واحد كان من غير زراير خالص، عرفوا غلطهم ان ده استخدامه كان غلط خالص، لحد ما اخترعوا الويف ميكر بتاع الموديلات الاحدث، وهنشوفها في انبوكسنج تاني مش النهارده، وبتشتغل على الابلكيشن بتاع اسمه جيبو اكوا. ده شكل العلبة بتاعت الموديل اللي هو CB55، ده طبعا مش اللي احنا بنعمله الانبوكسنج النهاردة، بس ده عشان تبقى انت عارف شكل العلبة بتاعته برضه تبقى عاملة ازاي. ده من عندي انا، ما حبيتش الموديل ده لان هو الكنترول بتاعه مش بيديني اختيارات كتيرة، وفي نفس الوقت انا ما حسيتوش افضل لان التكنولوجيا فيه كانت اقدم شوية حبيتين. هو في شوية اوبشن وفي شوية اختيارات احسن بالنسبة لاتجاه التيار والموديل بتاع التيار اللي هو الاول والتاني، ولكن انا ما حبيتش الموديل ده خالص. نتوكل على الله بقى ونفتح الجهاز بتاعنا بتاع النهارده. احنا كنا جايبينه من محل ريتسي اكواريوم سيستم حاج محمد عطيه في اسكندريه. زي ما انتم شايفين علبه زي علبه اي جهاز، طبعا عليها الماركه بتاعته والموديل. الجهاز ده بيستخدم للويف ميكر، ده بيستخدم او صانع الامواج بيستخدم الاحواض 90 سنتي فيما اقل. تفتح طبعا التغليف بتاعه ما شاء الله عشان حماية الجهاز، الفوم طبعا اللي بيجي فيه الجهاز من بره. دليل الاستخدام، ودايما بنصح دليل الاستخدام لازم تقراه، لازم تترجمه بلغة انت تفهمها، عشان انا مش هقولك في الفيديو ده كل التفاصيل اللي فيه، طبعا مفيش وقت لكده، وفي تفاصيل كتيرة عن تركيب الجهاز وعن صيانته وعن قدراته والكلام ده كله لازم تقراها وتبقى انت عارفها عشان تعرف تستخدم الجهاز ده احسن استخدام ليه.
المهم الجهاز بتاعنا بيجي طبعا معاه اول حاجه الترانس او اللي هو المحول الكهرباء اللي بيحول من الكهرباء العاديه ال 220 فولت بتاعتنا او 110 للكهرباء اللي هي الدي سي او اللي هي التيار الثابت. بيجي معاه وحده التحكم الكنترول بتاعه زي ما قلنا اللي هو الموديل اللي احنا اتكلمنا عليه، وهنشوف دلوقتي استخداماته وتركيبه ايه بالظبط، الفرق ما بين ده والقديم، وازاي نستخدم كل خاصيه في الويف في الكنترول بتاع الويف ميكر ده. تالت قطعة معانا طبعا المغناطيس بتاعنا القوي جدا، وخلي بالك من المغناطيس ده لازم تشيله على جنب اول ما تطلعه من العلبة، وهفهمك ليه. هو المغناطيس ده من كتر قوته مكتوب عليه تحذير اصلا على العلبة انك تحاسب على اصبعك، لانه لو اتزنق زنق جامد يعني وارد يعورك يعني. وطبعا ده الجسم بتاع الويف ميكر بتاعنا. بالمناسبة هو بيتفك اكتر من حتة على فكرة، يعني الجناب دي بتتفك، الجزء ده بيتفك اللي انا كنت ماسكه بتفكه الاول، وبعد كده تخلع الويف ميكر مكانه وتبدأ تعمل له صيانة كلها وتنظف كل حاجة وتركبه تاني في بعضه. فهو مش قطعة واحدة كده كله، لا انت وقت الصيانة بتفك كل الاجزاء، بيبقوا حوالي 6 أو 7 أجزاء مختلفين عن بعض. لما نيجي نتكلم على الصيانة ان شاء الله بتاعت المعدات هبقى افتح لكم واحد تشوف هو بيتفك ازاي. طبعا جينا لمرحلة التركيب، طبعا في الاول وفي الاخر قبل ما تركب اي ويف ميكر عندك في الحوض لازم تتأكد ان الازاز ورا وقدام طبعا نضيف، تحط الجهاز قدامك في مكان انت تقدر تطوله بايدك، تأكد ان طبعا مفيش اي حاجة مش ثابتة في الحوض، ما تسندش على الحوض بتاعك بوزنك وانت طالع عليه. طبعا احمد عرايشي صاحب الحوض هو بس كان هو مركب عنده غطا للحوض بتاعه، فكنا بنشوف طريقه ازاي يحركه وفي نفس الوقت هيركب الاسلاك بتاعته ازاي عشان لازم تعدي من وسط الغطا وكده يعني. خلي بالك في تركيه مهمه قوي كده وانت بتركب الويف ميكر ده او صانع الامواج ده، عشان ما تكسرش الازاز بتاعك وانت بتركبه، فلازم تخلي بالك منها قوي وبص على الطريقة اللي يحيى هيركب بيها الويف ميكر او هيثبته في مكانه. اي تصرف غلط غير كده، اصلا في تحذير على الجهاز من بره ان انت ممنوع، او خلي بالك على ايدك ممكن يحصل فيها مشكلة لو انت المغناطيس ده زنق عليها جامد مرة واحدة. فهنبص على الطريقة بس العمل، هما كانوا الشباب بس بيظبطوا، احمد ويحيى كانوا بيظبطوا بس الوقفة، احمد هيشيل ايه ويحيى هيركب الحاجة ازاي. اول حاجه هتعملها انك هتركب الويف ميكر، هتدخله في الحوض نفسه من جوه وتثبته بايدك من جوه في المكان اللي انت هتركبه بيه او المكان اللي انت هتحطه فيه. التلت الاولاني من الحوض لو هو جهاز واحد يبقى مناسب، بعد كده المغناطيس حطه على الازاز. شفت شايف السحبه عملت ازاي؟ تسحبه على الازاز من بره، ما تجيبش المغناطيس من بره على الازاز وتيجي انت لازقه مره واحده، هيلزق يخبط خبطه جامده ممكن يكسر لك الازاز، انما تسحب الاثنين تقربهم لبعض لحد ما يمسكوا ببعض، واحد من جوه واحد من بره، ده انسب طريقه وانت بتركب الويف ميكر عشان ما يكسر لكش الازاز. طبعا دخلنا بعد كده بقى في قصه تركيب الاسلاك بتاعته، وهنعدي السلك ازاي من وسط الفتحات اللي عندنا بتاعه الحوض المتاحه لاحمد، والجزء اللي هو المتعلق فيه اللي بيمسك لك السلك بدل ما يبقى طالع في الحوض بيبقى فيه معاه كده زي سكر او لازقه بتمسك الازاز، بتمسك السلك بتاعه في الازاز عشان تخلي بس المنظر بتاعك. طبعا شايفين الشياكه ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله الجهاز يعني. بص انت الويف ميكر اللي جيبه الناحيه الثانيه اللي هو اصغر منه واخد مساحه طالع ببوزه كده في الحوض، وده مختلف تماما طبعا. يعني نصيحه دايما ان انت لما تيجي تركب ويف ميكر عندك المفروض ان انت توصل الاول الوصله اللي هي ما بين الويف ميكر ووحده التحكم او الكنترول بتاعه، بعد كده بتوصل الكنترول بتاعه بالترانس او اللي هو المحول الكهرباء اللي عندك، وبعد كده بتوصل محول الكهرباء في التيار الكهربائي. ده احسن حمايه للموتور او اللي هو الويف ميكر والاجزاء الكهربائيه الموجوده في وحده التحكم والوصلات والكلام ده كله. طبعا اول ما احنا شغلنا زي ما انتم شايفين التيار خرج ازاي منه يعني عارف شفتوه ولا لا سريعا. طبعا احنا لسه بنتحكم في قوة التيار والحاجات دي، واخر مرحلة بس في التركيب احنا هنعملها اللي هي بتاعت ان انت هتوجه التيار زي ما انت عايز. طبعا احنا قلنا هما جنبين، فيحيى هنا كان بيظبط ان واحد هيضرب او واحد هيبقى خارج التيار بتاعه
بيروح لوش المية عشان موضوع تبادل الغازات والكلام ده كله، وفي نفس الوقت واحد تاني عشان تحريك المية جوه الحوض كله طبعا يبقى أفضل، بيوجهه ناحية الحوض نفسه أو بيرمي على مساحة أكبر جوه الحوض. فزي ما قلنا احنا، انت ممكن كأنك مش مركب ويف ميكر واحد، ده كأنك مركب أكتر من ويف ميكر اتنين مع بعض في الحوض بتاعك، واحد بيدي في اتجاه والتاني بيدي في اتجاه تاني. فدي حاجة من الخواص المميزة طبعا جدا. وطبعا زي ما احنا شايفين شكل الجهاز عامل ازاي، ما شاء الله الشياكة بتاعته اختلاف يا جدعان 100% طبعا ما بين النوزل ويف ميكر اللي هو العادي. بدأنا نختبر بس قوة التيار بتاعته زي ما احنا شايفين، وبنشوف طبعا انسب حاجة للحوض للسمك للكائنات. الاسكيب اللي كان احمد عامله في الحوض عشان بس لو حد هيعلق عليه، الراجل هاوي جديد وبيجرب وعادي، هو كان عاجبه الاسكيب كده وبدأ يغير طبعا الاسكيب لحاجات تانية ومنظر تاني احسن. فربنا يوفقه ان شاء الله. ركبنا الجهاز وكل حاجة وبدأنا بقى نجرب الخواص او الاوبشن الموجودة عنده، اول خاصية اللي هي الماستر وسليف او السيد والعبد. ده لو في حالة انت عندك اكتر من ويف ميكر في الحوض بتاعك وعايز تربطهم ببعض، مش لازم تمسك كل كنترول وتقعد تعدل فيه السرعة وده مثلا هوقفهم شوية عشان الاكل ولا الكلام ده كله، لا، هنا جيبوا مخترع لك خاصية ماستر وسليف بتخلي الجهاز بتاعك مثلا زي ما احنا عملنا بتاع النهاردة الجهاز الجديد خليناه هو الماستر، دوسة طويلة على الزرار اللي هو على الشمال على اليمين خالص في الكنترول، هيخلي لك اللمبة فيه لمبة منورة تحت كلمة ماستر، والتاني هندوس عليه او الويف ميكر القديم اللي كان عند احمد اللي هو الـ OW8 دوسة طويلة هنخليه هو السليف. بالتالي لو انا اديت الكنترول الاولاني بقى اللي هو الماستر او اللي هو وحدة التحكم الاولى اللي هي الماستر او الاساسية، لو انا قللت فيها السرعة وقفت الجهاز عشان خاطر مثلا التأكيل لمدة 10 دقايق، دوسة طويلة في الزرار اللي في النص مثلا، اول ما انا هاجي اوقف الجهاز عشان خاطر التأكيل هلاقي الجهاز التاني وقف، بص على النور بس، شكرا كده الموضوع انتهى. اديك فهمت خاصية ماستر وسليف. طبعا في خاصية تانية بقى اللي هي بتاعت اللايت سنسور او حساس الاضاءة، دي كويسة اوي عشان خاطر السمك بتاعنا لما بيجي ينام الفترة اللي هي بتاعت بالليل دي عشان خاطر ما تجيتش السمك بتاعك، عبارة عن الجزء اللي احنا شاورنا عليه في الاول اللي هو حساس الاضاءة اللي متركب ده، متركب في الوحدة بتاعت الاس سي بي فوق اللي احنا جنب الانوار اللي هي بتاعت قوة التمن تنوار اللي هم بتوع القوة دي اللي احنا بنشاور عليها. الفكرة كلها لو انت مركب الكنترول بتاع الحوض بتاعك او وحدة التحكم دي بتاعت الويف ميكر في الاوضة بتاعتك، جه عليك الليل طفيت نور الاوضة، هو لوحده هيقلل السرعة زي ما احنا شايفين كده، لما بندخله في حتة ضلمة يقلل السرعة ليه لأقل حاجة. خلصنا التركيب وخلصنا كل حاجة، يا رب يكون المحتوى عجبك، ولو عجبك اللي انا بقدمه هنا على القناة واللي بتقدر تتواصل معايا على جروب الفيسبوك وتقدر تعمل سبسكرايب للقناة او اشتراك وتفعل الجرس عشان خاطر تتابع كل جديد. لسه في فيديوهات كتيرة موجودة معنا خلال الشهر الكريم ان شاء الله، واتمنى دعوة حلوة من كل واحد فيكم بيشوف حاجة جديدة. ده السالي لايت فود كراب اللي جبناه من الحاج محمد عطية في الرسالة الأخيرة. يا رب يكون عجبكم، أشوفكم على خير، ولسه في محتوى تاني وحاجات تانية جديدة خلال الشهر، فتابع معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.